زيارة كانت زيارة أخوية، أخ الخوه شافوا ريحنا هضرنا ضحكنا. الحمد لله سعد الله يكمل عليه، توا تيوجد في أعماله جديدة، دخل في المود ديال لاكرياسيون ديال الفن، ديال تيوجد في الجديد ديالو تا هو. الحمد لله فرحانين ليه، ان شاء الله غتشوفوا سعد جديد كما ديما. سعد كما ديما تيبهر الجمهور ديالو. ام سو اكسايتد للعمل الجديد ديالو تا هو. بصراحه ما كاينش مرض نفسي ولا اكتئاب، كاين يعني واحد ما فهمتي عنده مشكل كاي واحد، راه يكون عندك مشكل غير صغير في الخدمه ما تتكونش هو هذاك، ماذا بك يكون عندك مشكل بحال هذا. مي الحمد لله سعد تنعرفوا عليه ديما قوي، تيامن بالله وديما دائما تيخرج من اي مشكل، تيخرج منه قوى من اللي كان. سو كما قلت لكم غتشوفوا سعد عاوتاني بحله جديده، شكل جديد، سعد اخر، يعني باش يعجبك سعد تيبقى ديما وفي الجمهور ديالو وديما تيعطيك شي حاجه احسن من اللي داز. الكوليكسيون ديال الجديده غتكون ان شاء الله في امستردام، لويت انترناشونال فاشن ويك امستردام، ويت ناف ديس اللي بالديار الهولنديه في مدينه امستردام ان شاء الله. و سي كوليكسيون تايور اومي فام، يعني فيها قطع فام وقطع اوم، وغتكون بشكل جديد بانسبيراسيون جديده للسوحيته من لي زاني 50. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.